الاكمالات التحسيسيه التي تقوم بها مديريه الغابات تكون قبل يعني قبل فتره مكافحه الحرائق. فتره هذه الفتره تبدا من 1 جوان الى غايه نهايه 31 اكتوبر. قبل هذه الفتره مديريه الغابات عندنا برامج تحسيسيه والتوعويه، وكذلك اثناء فتره مكافحه الحرائق مثل اليوم التحسيسي تاع اليوم، يعني اثناء فتره مكافحه الحرائق. هناك وسائل مثلا كيما المطويات، وبطبيعه الحال نتكلموا معهم بطريقه يعني مبسطه، ماش نتكلموا معهم يعني نبداو نفهموهم الاساس. مثلا نقولوا لهم كي تروح للغابه اسمه القمامه ديالك، هذيك النفايات المنزليه ترفدها ترميها في الاماكن المخصصه. نحكوا لهم تانيك على هذوك مواقيت الشواء والخطوره ديالها، لان هنا على مستوى مثلا على مستوى غابه باينام مواقيت الشواء هي السبب الرئيسي، احد الاسباب الرئيسيه في اندلاع حرائق الغابات.